هذا وقد بعث معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى برقيتي تهنئة إلى معالي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ومعالي المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية، أعرب من خلالهما عن خالص التهاني والتمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. وأشاد معاليه بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على معاليهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. يطيب لي أن أتقدم بأجمل آيات التهاني والتبريكات إلى مقام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى الحكومة المصرية والشعب المصري الشقيق بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني لجمهورية مصر العربية، مشيدا بدور جمهورية مصر العربية الريادي والبارز في المنطقة لما تحمله من أرث حضاري وثقل سياسي كبير، مؤثرا على انتظام كافة التفاعلات السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي. وهو الأمر الذي يتضح في العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، كونها دولة تملك حضارة وتاريخ قديم وشعارها الحب والسلام والتسامح. وفي هذا الإطار فإننا في السلطة التشريعية في مملكة البحرين نحرص كل الحرص على تعزيز كافة أوجه التعاون والتفاعل مع مجلس الشيوخ المصري ومجلس النواب المصري على مستوى الأعضاء والأمانات العامة، وتطوير كافة أوجه التكامل والتنسيق في مختلف القضايا والمجالات والقطاعات من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية البحرينية المصرية، مما أسهم في تعميق متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.